سنتحدث بشكل موسع حول هذا الموضوع معنا أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد الجربيع. صباح الخير لك دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. صباح الخير لكل مشاهدين. أهلا وسهلا. بداية يعني لماذا بعض الأشخاص مفهوم الفرح لديهم مرتبط بمخالفة القوانين والتجاوزات كإطلاق العيارات النارية في المرتبة الأولى، وهي ما تسبب في كثير من الأحيان يعني إزهاق لأرواح الأبرياء، وفي المرتبة الثانية المواكب التشحيط وما تسببه من أيضا إزهاق لحياة بعض الأشخاص الأبرياء والاختناقات المرورية التي نتابعها، سبب ارتباط بعض الأشخاص فرحهم بالمظاهر غير القانونية؟ شكرا أستاذ حمزة. يعني أنا أعتقد أنه الثقافة، الفرح بحد ذاته ثقافة. لما تحكي عن الفرح ثقافة، تحكي أن هناك سلوكيات يجب أن تكون مرادفة لهذه المشاعر التي تواجهها. لكن للأسف تماما نحن مرات في مرات عديدة يكون لدينا التعبير عن فرحنا بطريقة خاطئة أو بطريقة سلوكية. وأحيانا الفرح ليس فقط يكون مخالف للقانون، مرات يكون مخالف حتى للعادات والتقاليد، وفي بعض الأحيان يكون مخالف حتى لتعليم الدين الإسلامي. يعني وبالتالي يعني هذا الفرح الذي هذه الثقافة وهذه المشاعر التي نحملها، والتي هي يعني إحدى الأهداف السامية التي يسعى إليها كل إنسان وكل رب أسرة وكل شخص، أنه يوم من الأيام يدخل الفرح وثقافة الفرح إلى لنفسه ولا أسرته وإلى مجتمعه. ولكن تبقى دائما السؤال المهم، كيف نعبر عن هذا الفرح؟ لماذا الفرح مرتبط دائما، يعني مرتبط دائما بالأشياء السيئة، ونحول هذا الفرح إلى حزن؟ يعني وبمعنى آخر، لما تكون عند مناسبة مثل مناسبة اليوم التوجيهي من امبارح أول امبارح وقبل ذلك، مؤسسات الدولة مشغولة تماما بيوم إعلان نتائج التوجيهي. يعني وكأنه أصبحت يعني مؤسسات الدولة في يوم يفترض يكون فيه يوم إنجاز أردني، يوم إنجاز لكل شاب أردني، يوم فرح لكل أسرة أردنية، كمان نحمل مؤسسات الدولة بهذه الطريقة وتصبح في حالة طوارئ، وكأنه إحنا في عندنا لدينا أزمة ولدينا مشكلة تتحول منها موجودين. إحنا للأسف دائما لملاحظة المجتمع الأردني في بعض الأحيان، وعشان ما بنخصص إحنا ونعمم بنقول دائما بعض الناس، يعني إحنا أي مناسبة فيها فرح قد تكون يوم من الأيام هي تتحول إلى مناسبة حزن نتيجة لسلوكيات معينة ونتيجة لعدم ثقافتنا وعدم قدرتنا على صناعة الفرح. المجتمعات الأخرى تصنع الفرح، الفرح ثقافة، الفرح يعني الدين بيحث عليه، الإنسان بيحث عليه، وهو بالمناسبة أحد عوامل الصحة النفسية بالفرح تكون فيه. لكن دائما كيف نعبر عن الفرح؟ وأنا أسمح لي أستاذ حمزة بقول دائما لدينا مشكلة إحنا بمجتمعاتنا وبأسرنا، أنه إحنا ليس لدينا القدرة والمعرفة والمهارة على التعبير عن مشاعرنا بطريقة سليمة 100%. طيب خلينا نيجي لهذه النقطة ونحكي عن كيفية التعبير عن مشاعرنا بطريقة سليمة 100% كما تفضلت، والطريقة المثلى للتعبير عن هذه المناسبة العظيمة عند الأهالي وعند الطلاب، لأنه لا تضاهيها فرحة الثانوية طبعًا العام. طبعًا دكتور طبعًا. هو للأسف يعني اسمح لي بقول لك أنه إحنا على سنوات عديدة أصبحت التوجيه ظاهرة اجتماعية مغلقة إلى حد ما، مغلقة من بداية السنة وإلى سنة، وكأنها أصبحت مسلسل أردني يبدأ من السنة الأولى من اليوم الأول للعام الدراسي وينتهي ما بعد حتى إعلان النتائج اللي بتكون فيها. وهذه الأزمة يعني قادرين على تصديرها للأهالي، تصديرها للطلاب، تصديرها حتى لوزارة والتعليم. إذا دخلنا الامتحانات تكون هناك أزمة. يعني في وقت امتحانات التوجيه كان وسائل الإعلام ما إلها إلا امتحان الرياضيات وامتحان الكيمياء وامتحان إذا رحت ثاني شكاوي الأهالي إذا كنت فاهم. هذا يعطيك انطباع أنه قديش هذه المرحلة مهمة بوجهة نظر الأهالي اللي تكون موجودة. مع قناعتي تماما أنه التعليم هو مهم من اليوم الأول لليوم الأخير، وكل ما كان فيه اهتمام بالتعليم بالسنة الأولى والسنة الثانية من بالمراحل التأسيسية، أنت تحصد سنة التوجيه هي سنة الأخيرة بالمرحلة، وأنت تحصد ما بنيته خلال 11 سنة كاملة. يعني أنت كمان كأسرة أردنية وكأب وأم بتنام طول هالفترة هاي كلها وتصحى وقت التوجيه، هاي كمان عندنا مشكلة، هاي ظاهرة. يعني اثنين، لما تحكي مع واحد بيقول لك أوف الله يعيني أنا السنة هاي عندي توجيهي، يعني هو بيهيئ نفسه بيخلق ثقافة عن نفسه أنه السنة هاي عنده توجيهي بالبيت، يعني معناته الحياة تعطلت وتوقفت كل شيء، توقفت كل مناسبات، تمنع الزيارات وتمنع 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 وتمنع. نقطة مهمة جدا هذه أنا بعزيها دائما، إنه إحنا للأسف ما عندنا ثقافة أسرية صحيحة 100%.
التوجيه هو جزء مهم بالحياة، ما حدا بينكر أنه سنة مهمة، لأنه السياسات الحكومية صنعت من هذا السنة هاي الدراسية سنة مهمة وتحدد مستقبل الطفل. لكن حتى لو ما اجتاز هذا الشاب لا تعني نهاية الحياة. وأنا براهنك أستاذ حمزة، إذا بتروح تشوف ناس كثير من الناجحين بحياتهم يكونوا أخفقوا بسنوات وسنوات، يعني أخفقوا بسنوات وسنوات ونجحت يعني. وبالتالي نحن نتعلم من كل تجربة، من تجارب الحياة هي بناء لأسرنا. لكن للأسف إحنا ما عندنا تربية أسرية سليمة 100%، ما عندنا ثقافة أسرية 100%، ما في عندنا حوار أسري 100%، خلق هالة لهذه المرحلة. طيب كيف 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 نفرح دكتور؟ كيف نفرح؟ الفرح أنا دائما بقول الفرح ثقافة، الفرح ثقافة نمارسه بكل أشكال المانية، والفرح مطلوب، والفرح يعني حتى عليه ديننا وثقافتنا وحياتنا. لكن للأسف مرات إحنا طريقة تعبيرنا عن مشاعرنا بتكون خطأ. بالمناسبة قد مرات تكون أنت تحمل مشاعر لطيفة لشخص آخر، لكن تعبيرك عنها يفهم بشكل خاطئ يعني. وهي دائما أنا بقول تمام من مهارات الاتصال العظيمة الذي يجب أن نتقن فيها كل شخص فينا وكل أسرة، هي التعبير عن المشاعر، تعبير عن مشاعر بالفرح، حتى التعبير عن مشاعري بالحزن بالمناسبة. صحيح. أنا عندنا ثقافة فيها كمان تعبير عن مشاعر في وقت المناسبات الغير سعيدة، كمان تعبير عنها بشكل خاطئ جدا ومرات نسيء فيها يعني. فإحنا بالتالي ثقافة الفرح هي ثقافة مطلوبة ومهمة، يجب أن نمارسها بأقصى نجاح. بمعنى أنه من إحدى أهم مبادئ الفرح أنه حتى تكون أنت سعيد يجب أن تنشر الفرح والسعادة إلى المحيط اللي حواليك. صح. يجب أن تكون كل شخص محيط فيك يشعر بهذه الثقافة. لكن للأسف إحنا إذا فرحنا قد لا يعني ما بنحس بطعم الفرح الا اذا تجاوزنا مارسنا ممارسات عديده تجاوزت القانون، تجاوزت العرف، تجاوزت الدين يعني. يعني احنا مرات بفرحنا نسيء حتى لجيراننا بالمناسبه، نسيء حتى للمر بالطريق، حتى نسيء لرجل السير، لزملائنا بالعمل يعني، للناس اللي حالفهم بالعمل. احنا من متى المجتمع الاردني مجتمع متماسك وتربطه دائما السكينه والهدوء بعلاقاته؟ طيب انا اذا كان عندي ابن ناجح، طيب ممكن ابن جيراني يعني كمان بلحظات معينه، وخاصه باللحظات الاولى للفرح انا بحكوها دائما يعني. طلعت نتائج توجيهي، ما بعد نتائج توجيهي خلال الساعه هاي، الساعه المهمه بحياتنا يعني. دائما تعرف الساعه الاولى بالمجتمع الاردني ما بعد المناسبه الفرح أو الترحية المهمة تحدد سلوكيات معينة. طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن نسبة الوعي لدى مجتمعنا بشكل عام، ألا ترى بأن هناك يعني نسبة كبيرة من مجتمعنا أصبح واعي في هذه النقطة على وجه الخصوص، وتحديدا في موضوع إطلاق العيارات النارية؟ ما عدنا نشوف زي ما كنا نشوف سابقا كثافة إطلاق العيارات النارية وموجودة، وحتى في جانب آخر وعي مهم في لدى المواطن اللي قاعد في بيته اللي ممكن هو يصور، ومشكورة مديرية الأمن العام بتخصيص الرقم على الواتساب بالتصوير والإبلاغ بشكل مباشر. يعني نتحدث عن الجانب الثاني. الجانب الأول الوعي موجود، لكن في بعض الأشخاص هو ليس لديه دراية كافية بعواقب هذا الفعل، سواء كانت اجتماعيا قانونيا دينيا وما إلى ذلك وما يترتب عليه. لكن بدي أتحدث عن الجانب الآخر، وهو من يقوم بإبلاغ الجهات المختصة ومديرية الأمن العام حول كل هذه التجاوزات. شكرا أستاذ. أنا بأكد لك بالسنوات الأخيرة أصبح لدى الشعب الأردني يعني وعي كامل بموضوع إطلاق العيارات النارية. وأنا بزم إنه إحنا بالفترة بالسنوات الأخيرة حتى بقرانا وبمحافظاتنا والتي قد تكون بعيدة عن المحافظات أصبحنا لا نشاهد هذه الظاهرة إطلاقا يعني. يمكن حلت محلها موضوع الألعاب النارية، بس ظاهرة إطلاق العيارات النارية إلى حد كبير تكاد أن تنتهي وتتلاشى من المجتمع الأردني. وأنا بقول لك في عوامل كثيرة، وعي المواطن، عوامل اقتصادية، في شو ما بدك سميها، لعبت بهذا المهم النتيجة. المهم بالنتيجة أن وصلت. أنا بقول دائما أنه إحنا الآن بالأردن ندخل إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عنوانها المواطنة. المواطن الصالح هو الذي يشعر دائما أنه مسؤول عن كل شيء بيكون فيه موجود. وإذا إحنا بدنا يوم الأيام تصبح دولتنا دولة قوانين ودولة مؤسسات، وأن تكون دولة لا يوجد فيها أي تجاوزات على القانون، هذا يعتمد بالدرجة الأولى الدور على المواطن العادي. لما تكون أنت كمواطن دورك أنك أنت تخبر عن أي سلوكيات خاطئة تشاهدها وتخبر الجهات المعنية، أعتقد أنت تمارس أعلى درجات المواطنة، ويحق لك بهذه الحالة أن تقول أنا مواطن أردني أعشق الأردن وخاف على مصالحه. لأن المواطنة والانتماء للوطن لا يكون بالشعارات فقط. أنا بقول دائما الانتماء لا يقاس إلا بالعمل. أنت حتى مرات لما أنت بتشوف شخص
خالف السير، اذا انت بتبلغ عنه انت ساهمت. نعم. ساهمت بهذا الموضوع. والمواكب المواكب اللي انت بتشوفها بكره حتى اذا انت دخلت على مكان وشفت انه هذا المكان صاحب المكان يبيع باسعار غاده، انت كمواطن. نعم. مسؤول عنه. اذا انت خبرت الجهات المختصه انا متاكد 100% ان تقوم بدور فاعل ومواطن. نعم. مهم بهذا الموضوع. اشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث استاذ علم الاجتماع الدكتور محمد الجريبيع، شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لتواجدك معنا.